كان بعد في قبرص وتكتمل لدينا كل عناصر العزلة العالمية التي تبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وتنتهي عند شواطئ المتوسط ودوله الأوروبية. الوطن الذي يعيش الإزدواجية في كل معاييره وأزماته وحتى حلوله بات في موقع الدولة التي لا سيطرة لها على قرارها، فتجد رئيس حزب يهدد دولة صديقة، وتجد أيضاً وزير خارجية ينفي علمه بالتفاصيل. أليس من الأسهل تسليم مفاتيح الدولة بكاملها رسمياً وشرعياً لحزب الله وتحويل الجمهورية إلى فرع من فروع الحزب وتحويل مصرف لبنان إلى المديرية العامة للقرض الحسن وتحويل استبدال الأرزة ببندقية الحزب وصواريخه؟ في بلد يعج بالحفلات والمهرجانات والصواريخ والقصف على مسافة لا تتعدى 30 كيلومتراً يفرض بلد التناقض نفسه مثالاً مجنوناً بين دول العالم، فلم نعد نعرف من يحكم ومن هو المحكوم ومن يفرض شروطه ومن المشروط. صيف حار إن لم يكن ملتهباً، إن لم يكن بالفعل فعلى الأقل بالكلام والتهديد، وطحين رح ناكل.